لما الموسيقى بتحكي بتسكت كل لغات العالم. لأنه بكل بساطة بتدخل على الروح وبتحكي القلب. ولأن لغة جامعة خصص نهار يوم 21 حزيران للاحتفال بالموسيقى بالعالم اعتباراً من العام 1982، بس بالحقيقة نحن كل يوم منحتفل بالموسيقى يلي ومن دون ما نحس بترافقنا بكل تفاصيل نهارنا من أوله لآخره. مرحبا عم بيب، كيفك؟ منيح؟ معك نقلة؟ لا ما معي حدا. فينا نطلع معك مشوار صغير؟ يكرم عيني. يلا خبرنا شو أول شي بتعمله بس تطلع بالسيارة؟ بس اطلع بالسيارة بتكل على الله وبمشي بدور الراديو وين في موسيقى ناعمة خرز صبحية بسمع فيروز مثلا، لأن الأغاني القديمة أيامنا نحن كنا دايما نسمعها بترجعني على ذكريات قديمة لما كنا بعمر الشباب. يعني الموسيقى هي بتعطي الإنسان فرح. بالبيت، بالسيارة، بكل محل منفوت عليه، بالمطاعم وحتى بالشغل، الموسيقى مرافقتنا وين ما كان. خلال النهار بالشغل دايماً الموسيقى موجودة، قبل ما أوصل على الشغل دايماً الموسيقى هيك على الرايق بتكون، بالشغل مع الكاستمرز دايماً كمان. تعرف لأنه الستريس كتير هالفترة، وهيك الموسيقى مثل بشيل هيدا الستريس، بيساعد يعني. تتخيل هيك حالك بالجيم بلا ما تسمع موسيقى؟ لا اكيد لا. ليش؟ لانه انت عم تتمرن، الميوزك بتعطي انرجي، بتعطيك طاقه، بتخليك تتمرن بطريقه احسن بكثير. وهيك بكل مكان وبكل زمان الموسيقى رفيقه عمرنا وعنصر اساسي ما ممكن نتخلى عنه ومتنفس لمشاعرنا بافراحنا واحزاننا.